قضية وحوار يفتح هذا الأسبوع ملف رعاية الأيتام في العالم العربي. الآن العمل الخيري ليس كالماضي، لابد أن تحكمه ضوابط، ولابد أن يكون شفاف، ولابد أن يكون هناك مشاور قانوني، ولابد أن يكون هناك مشاور مالي. ويلقي الضوء على واقع المؤسسات الخيرية العاملة في هذا المجال والتحديات التي تواجهها. ما الذي يثبت لي أن هذا اليتيم فلان محمد أحمد خالد ليس مكفول 3 أو 4 جمعيات؟ في مقابلة مع صلاح الجار الله الأمين العام لاتحاد رعاية الأيتام، قضية وحوار يأتيكم في الأوقات التالية.